السلام عليكم ورحمة الله. في هذه اللقطة هذه مجموعة ديال اللقطات، مجموعة ديال الأحداث كانوا مع الدخول ديال اللاعب بن عمار. المهم اللحظة ديال الدخول ديالو، السيد متحمس، شحال هذه ما شفناه متحمس يلعب داخل نشاط الجمهور، حتى هو استقبلوه بتصفيقات. المهم علينا، الكرة هنا كانت متوقفة للتغييرات، لإجراء التغييرات. التغييرات غادي يدارو، وأنا الكاميرا وعيني مع بن عمار مع أول لمسة بعد الرجوع. هنا كيف ما كتشوفوا، هنا كانت أول لمسة من اللي كانت ديال بن عمار، هو أنه كيخرج كيقلب على كرة. هادشي اللي غاب على الوداد في الشوط الأول، ما كانوش لاعبين ديال الوسط كيخرجوا ويربطوا ما بين الدفاع والبوست ديالهم اللي كيشغلوه وسط الميدان باش توصلوا الكرة للهجوم. علاش؟ كان حركاس والديراني كيقوموا بتمرينات طويلة. المهم علينا، الديراني اللي ما يعاب عليه هو التمريرات هذه اللي كتكون غلطة، اللي ما خصهاش تكون عند لاعب كيحمل قميص ديال الوداد. هنا كيف ما كتشوفوا، هنا كانت هجمة هنا ديال الوداد. المهم كرة الخبطات ما بين نيانغو وخونا ابو عمار، طلع الكونتر ديال المحمدية. سيد ديراني جاي كيتمشى، ما دار لا ماركاج لا والو، محروس رجع انا غطى المكان ديال الحركاس، ولكن وقع في الغلط. هنا وقع في الغلط، وفعلا كانت ضربة جزاء كيف ما كتشوفوا. هنا مد رجلو، هاهي اللحظة اللي طوندا فيها رجلو، والحكم راه كان وراه شاف اللقطة وأعلن على ضربة جزاء بكل شفافية ومصداقية. ضربة جزاء صحيحة.